بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في حصة الرياضيات للسنة الثالثة إعدادي. التمرين الأول: احذف الجذر المربع من المقامات. ثم التمرين الثاني: بسط ما يلي. بالنسبة للعملية الأولى: ناقص 2 جذر مربع 3 على جذر مربع 5. سنحذف الجذر المربع من المقام. إذن نضرب في نفس المقام: ناقص 2 جذر مربع 3 على جذر مربع 5. نضرب في نفس العدد المقام في جذر مربع 5، وكذلك البسط في جذر مربع 5. نحصل على ناقص 2 جذر مربع 3 في جذر مربع 5 تساوي جذر مربع 3 في 5. الخاصية ديال جذر مربع A في جذر مربع B تساوي جذر مربع كبير A في B، نفس الخاصية. ثم في المقام: جذر مربع 5 في جذر مربع 5 تساوي جذر مربع 5 أس 2. نحصل على ناقص 2 جذر مربع 3 في 5 15، إذا ناقص 2 جذر مربع 15. وفي المقام: جذر مربع 5 أس 2 يساوي 5، المربع يزيل الجذر لأن 5 موجب، إذا نحصل على 5. إذا لاحظوا أصدقائي أنه كان لدينا جذر مربع 5 فأصبح عدد صحيح طبيعي 5. بالنسبة للعملية الثانية، الفرق بين الأولى والثانية هو أن العملية الثانية لدينا عددين في المقام. إذن 1 على جذر مربع 3 زائد 1. بالنسبة لهذه العملية نضرب في المرافق، مرافق المقام جذر مربع 3 زائد 1. بالنسبة للمرافق هو جذر مربع 3 ناقص 1. نحتفظ بنفس الأعداد، إذن لدينا جذر مربع 3 زائد 1، 1 على جذر مربع 3 زائد 1. نضرب المقام في جذر مربع 3 ناقص 1. إذا لاحظوا أنه احتفظنا بنفس الأعداد، جذر مربع 3 1، لكن تغيير الإشارة، هنا عدنا زائد أصبح لدينا ناقص. إذا نضرب البسط كذلك في جذر مربع 3 ناقص 1. نحصل على هنا متطابقة هامة اللي هي A زائد B في A ناقص B اللي كتساوي A أس 2 ناقص B أس 2. إذن جذر مربع 3 زائد 1 في جذر مربع 3 ناقص 1 متطابقة هامة اللي كتساوي جذر مربع 3 أس 2 ناقص 1 أس 2. وفي البسط ننشر 1 في جذر مربع 3 جذر مربع 3، 1 في ناقص 1 ناقص 1، وبالتالي نحصل على جذر مربع 3 ناقص 1. وفي المقام: جذر مربع 3 أس 2 الأس يزيل الجذر هي 3، 1 أس 2 هي 1، وبالتالي 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 تساوي 2. إذن كان لدينا جذر مربع 3 زائد 1، أصبح لدينا في المقام 2. نمر الآن إلى التمرين الثاني، بسط التعابير التالية. التعبير الأول: A يساوي جذر مربع 6 في 1 على جذر مربع 21 في جذر مربع 14 في جذر مربع 11 أس 2. إذن بالنسبة للأعداد داخل الجذر نفككها، فجذر مربع 6 يساوي جذر مربع 6 يساوي جذر مربع 3 في 2، 6 تساوي 3 في 2. وهنا نطبق الخاصية: جذر مربع A في B يساوي جذر مربع A في جذر مربع B. هذه هي الخاصية اللي غنطبقوا هنايا. إذن جذر مربع 6 يساوي جذر مربع 3 في 2 يساوي جذر مربع 3 في جذر مربع 2
في واحد على جذر مربع 21 نفككها كذلك، جذر مربع 21 نفكك 21 تساوي 7 في 3 اللي كتساوي جذر مربع 7 في جذر مربع 3. إذا جذر مربع 21 يساوي جذر مربع 7 في جذر مربع 3. ثم لدينا جذر مربع 11 أس 2. إذا هنا نختزل جذر مربع 3 و عفوا هنا لدينا جذر مربع 14، جذر مربع 14 تساوي كذلك جذر مربع 7 في جذر مربع 2. ثم لدينا أخيرا جذر مربع 11 أس 2. إذا نختزل جذر مربع 3 جذر مربع 3، جذر مربع 7 جذر مربع 7، ثم تصبح لدينا جذر مربع 2 في جذر مربع 2 هي جذر مربع 2 أس 2 في جذر مربع 11 أس 2. هنا جذر مربع 6 هي جذر مربع 3 في جذر مربع 2، 1 على جذر مربع 21 هي 1 على جذر مربع 7 في جذر مربع 3، وجذر مربع 14 هي جذر مربع 7 في جذر مربع 2. إذن الأس يزيل الجذر، نحصل على 2 في 11، وبالتالي أ يساوي 22. نمر الآن إلى العملية الثانية ب. لدينا ب يساوي جذر 2 جذر مربع 28 ناقص 4 على 3 جذر مربع 63 زائد جذر مربع كبير ثم جذر مربع 9 زائد 2 أس 2. نفس الخاصية، جذر مربع 28 نفكك ما بداخل الجذر، جذر مربع 28 تساوي جذر مربع 4 في 7 اللي كتساوي جذر مربع 4 في جذر مربع 7. إذا نفكك ما بداخل الجذر نحصل على جذر مربع 28 هي جذر مربع 4 في جذر مربع 7 ناقص 4 على 3. كذلك جذر مربع 63 نفككها، جذر مربع 63 تساوي جذر مربع 9 في 7 تساوي جذر مربع 9 في جذر مربع 7. إذن جذر مربع 63 تساوي جذر مربع 9 في جذر مربع 3. ثم أخيرا جذر مربع كبير، نحسب جذر مربع 9 يساوي 3 و 2 أس 2 يساوي 4. إذن نحصل على 2 في جذر مربع 4، جذر مربع 4 تساوي 2. إذن 2 جذر مربع 4 2 في جذر مربع 7 ناقص 4 على 3 وجذر مربع 9 يساوي 3 في جذر مربع 3. ثم أخيرا جذر مربع 3 زائد 4 يساوي جذر مربع 7. إذن 2 في 2 4 جذر مربع 7، 2 في 2 في جذر مربع 7 4 جذر مربع 7 ناقص هنا نختزل ب 3 نحصل على 4 عفوا هنا 7، لأن 63 تساوي 9 في 7، جذر مربع 63 يساوي جذر مربع 9 في 7 وبالتالي يساوي جذر مربع 9 في جذر مربع 7. إذا نختزل ب 3 نحصل على 4 جذر مربع 7 ثم أخيرا زائد جذر مربع 7. هنا لدينا عددين متقابلين، 4 جذر مربع 7 ناقص 4 جذر مربع 7 تساوي 0، وبالتالي فب يساوي جذر مربع 7. نمر الآن إلى العملية الأخيرة س. يساوي جذر مربع 5 ناقص 2
في جذر مربع كبير جذر مربع 5 زائد 2. هنا نطبق الخاصية التالية: جذر مربع A في جذر مربع B. نكتب جذر مربع كبير ثم A في B. إذن كذلك هنا لدينا جذر مربع A في جذر مربع B. نكتب جذر مربع كبير كتساوي A في B، يعني جذر مربع 5 ناقص 2 هذا هو العدد الأول، في العدد الثاني اللي هو جذر مربع 5 زائد 2. إذن تلاحظون أصدقائي أن هنا لدينا متطابقة هامة على شكل A ناقص B في A زائد B، جذر مربع 5 ناقص 2 في جذر مربع 5 زائد 2. إذن متطابقة هامة اللي كتساوي A أس 2 ناقص B أس 2، إذن هي جذر مربع 5 أس 2 اللي هو A ناقص B أس 2 اللي هو 2، 2 أس 2 هذه متطابقة هامة على شكل A ناقص B في A زائد B اللي كتساوي A أس 2 ناقص B أس 2، إذن كتساوي جذر مربع 5 أس 2 ناقص 2 أس 2. نحصل على جذر مربع كبير، جذر مربع 5 الكل أس 2، الأس يزيل الجذر بما أن 5 موجبة نحصل على 5، ناقص 2 أس 2 تساوي 4، وبالتالي جذر مربع 5 ناقص 4 يساوي جذر مربع 1، وجذر مربع 1 هو 1، إذن سي يساوي 1.